انتم اللي على ما قال مزارق الطيب كل واحد يسبق الثاني. فيض الله يجيكم جميعا. طيب قبل لا نقلط على العشاء الان ابشركم يا شباب انه تخيلوا قبل شوي قلنا 250,000 صح؟ الان كم تتوقعون؟ نص مليون. الان وصلنا مع التبرعات اهل الخير والله جاب الرجال 400,000 ريال الان لوقف اليتيم. الى الان 400,000 ريال وصلت الان ولا زال المجال متاح لكم انتم جمهورنا الكريم. الان شوفوا كيف التنافس يزيد التنافس والحماس مع اليتيم. الان الباركود طلعوا لنا اسفل الشاشه، تبرعوا الان لا نتاخر ابدا حتى نسعد اليتيم ليسعدنا الله، حتى نكرم اليتيم ليكرمنا الله، حتى نرحم اليتيم ليرحمنا الله ويدخلنا الجنه مع رسول الله اللي احنا نحبه ونقول نحبك يا رسول الله. نحبك وانت قدوتنا يا رسول الله. اليوم نبغى قول وفعل، اذا كنت تحب الرسول فافعل وشارك وتبرع وتصدق. الباركود اسفل الشاشه وبنك الراجحي وقف اليتيم لجمعيه البر الخيريه بالجديده. الله يكثر خيركم والعلم عندكم يا معازيبنا. رعد البتال ايش بتقول؟ انا لي طلب وما بل تم. لا انت يا عامر ولا الربع. واستاذن اخوي عبد الواحد والربع اللي معه. اني ابيه انا. اني ابيه لان الكلام يخصه. صل على النبي. اللي طلب وبي تم. الله يطول عمرك وابشر باللي تبيه، لكن والله ما في عندنا مجال حاليا. صل على النبي. والله ما عندنا مجال. لا لا المجال والله رحلتي الساعه 4 الفجر. المجال ذا الليل. المجال صل على النبي، المجال ذا الليل. والله صل على النبي. صل على النبي. يشهد الله علي. انت قصدك بوظيفه؟ جديد يا ابو جاي. تكلمت عنهم لكن والله ما عندنا مجال. خلني اخدمك. انت قد ان مرتبين الحين اسبوع تقريبا ولا كود نجينا في هذا الوقت اللي يناسب الجميع. خلني اخدمك نفداك. لكم السلامة على كل حال. خلني اخدمك. الحين في وجه الله منكم. صل على النبي. نفداكم. رعد صل على الرسول. انت فهمتني غلط. الله يعز جلاله. صل على النبي. انت فهمتني غلط. صل على النبي. اللهم صل على محمد. انت تبيني اتعشى معك في ذا الصحن؟ والله العلي العظيم ما تسوق فيه الريال. وانه باسمنا انا والربع ذول. انا محالف. صل على النبي. انا حالف. بهم زين انا حالف. يا ولد لا تخلونا ندخل في ديال. والله ما قلط عليه. صل على النبي. انت عشا وانت عالم. انت عشا وانت عالم. رعد العلم عند عبد الواحد، عبد الواحد هو معازيبه وضيوفه، وعبد الواحد بينهم بينه علم وبينه وبين اتفاق. خل عبد الواحد. انا مرتب مع عبد الواحد والرجال حلف علينا، لكن احنا خلصنا منها مره. من الصبح احنا خالصين منها. صلوا على رسول الله. عطني علمك ما يبرد العشاء. الأولى فالله يجمل حالكم جميع. الرجال ذا كلمني أمس. سلمت. حصل بيني وبينه من العلوم اللي يكتفى الكتب. وبعدين طلعت منها بنتيجة. وجاني رعد البتال ذا اليوم جعله يسلم وما يسمع. من طيب راسه. وأخوياي فيصل بن حازب وريان أبو حثرة وعبد الله بن سالم ومحمد بن مسفر وسالم بن جديع وحطوني في مثل ما جاني أمس من كلام. وعود قلت لا خلوها كلها علينا فإن ما هو الكلام اللي يختم الكلام. والله الذي لا إله إلا هو ما رجال أني ساوقني فيها بريال ولا يجاريني فيها. صافر الله. أقلطوا على عشاكم والله يحييكم. كرامة باسم الجميع والله يحييكم تحيات المطر. وقلطوا نفداكم. أنت قلطوا على عشاكم. يا مال الغنى. أنت وتعال من وياك. أقلطوا نفداكم. الله يحييكم ما جودنا إلا من جود ألف هيت. تفضل الله يحييكم. الله يجيكم جميعا. مرحبا ومسهلا. أقلطوا. 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 عليكم العلوم الطيبة كلها. استريح استريح. أبو نواف أبي أسولف أنا وأنت دقيقة. أبو نواف تعال. ماني كلنا أخويا. الله يغنيكم كثر خيركم جميع. أنا جاز لي المكان للأمانة ما شاء الله تبارك الله. الله يرفع قدرك. نقدر نشارك عندكم المية. مرة على حسب العمر، إذا كان عمرك فوق الأربعين لا خليك. لا لا دون. خليك عند عيالك. لا باقي دون. لازم نشوف بطاقة الأحوال. نوريك إياها ما خصلك. الله يا أبو عبد الإله. ابشر بالسعد ابشر بالسعد. مخلي مع الشيبان مجلس النشامه وجهك. طيب مرحبا ابو سمره، هذا سناب القناه احمد ابو سمره الله وجهه. مرحبا معروف يا حبيبي. يلا حي الله يبقيك. يلا حي هيا تفضل تفضل. بسم الله شرفنا فيك. بسم الله ابو سمره. شوف الله
نتحد بعد شوية نسوي القاعة نسوي قاعة بعد شوية أنا وأنت ونتحد. لبيت لا عادي لا عادي لا أنا فيه الصوت لا ودي أفكر بصوت عالي أفكر بعدين غرفة اللي بطة لا منعونا وسمرة هيا تعش أنا تعالكم بتصوير يلا حزن الخاتمة ولد اذنه يا الله والله جارك طيب علوم الرجال ابي اكلم الصوت ابي سمرة ابي اعلم شو تسوي منا منا ما شاء الله تبارك الله قلتك ما قلت بيض الله ويتك والله مهم من قبل طيب اللي تعشش اذا علمت عندهم يا غصن الزيتون الشباب نقنق والله نقنق اليوم نسوي بينكم اتفاقيه والله ما يقصرون سلم عظمه خادمينا باكثر من الاعلام طلعوا بالله عليك ايضا الله يجيهم بعدين احنا من ما في عصا وحده بندر اخ عزيز اليوم الحلقة ما شاء الله جد كانها حمل على الأخ جد كذا جدا الله عن كل بخاطر الكلام اي والله جت من الله من الله زينه انا عندي 11 اخ ما شاء الله الطريق زي الشباب دول كلهم ما شاء الله الحمد لله ونشكره مع ان من امي وفينا اخوان وفينا اشقاء وكلهم الحمد لله ونشكره والله انا على قلب رجال واحد الحمد لله ونشكره فهو يقول ما دمت لي اخوي بعزني لا مت ما عاد يشعبني بكاك ما عاد يهمني بكاك عز الله ولا في خوه الا عليها على الارض اما تحت الارض ما في خوه في كلام كثير والله عن الاخوه لكن سدوا الشباب الكلام الله يسر امورهم في ميزه فيكم كلكم اليوم الفصاحة باللسان والانطلاق والبساطة عجبتني جوي ما شاء الله والله اني صادق انا طلبت من البساطة والله بساطة ممتعة لا والله بساطة عظيمة من بعدك الله يرفع قدرك ما تشوفني انطلقت بعد والله جميلة يعني بساطة وحبية وجن سمح حتي الله افتتح الضيافة يا الله والله اللي شرفت محلي عند اخواني الله يرضى عليه النبي ابو عبد الاله والربع النبي نفسه الله يرضى عليك خلاص وعد ابو عبد الاله والطاهر انتم هنا في الرياض ولا في الجنوب؟ في الرياض ان شاء الله بنزور بعد باذن الله